فرح أولى مساحاتنا هي المساحة الطبية، وأكيد اليوم رح نحكي عن هرمون البرولاكتين. هو هرمون الحليب المعروف أنه هو موجود عند النساء، لكن اليوم بدنا نعرف كمان أنه موجود عند الرجال، وتفاصيل كتير كتير رح تخبرنا عنها أكثر الدكتورة تغريد حمود، أخصائية بغدد الصم. يسعد لي صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير دكتورة. صباح النور. اليوم عم نحكي عن البرولاكتين، قبل ما نفوت بالتفاصيل خبرينا دكتورة شو هو هذا الهرمون وشو تأثيره بالجسم؟ هلا هرمون البرولاكتين هو هرمون بينفرز من غدة موجودة بأسفل الدماغ، هي اسمها الغدة النخامية. نعم. ونحن بنسميها بالطب إنه هي الغدة الرئيسية بالجسم أو الغدة السيدة بالجسم. أحد الهرمونات طبعاً بتفرز هرمونات كتير، أحد الهرمونات اللي بتفرزها هو هرمون البرولاكتين. طبعاً هرمون البرولاكتين المعنى هو موجود عند النساء وعند الذكور، يعني عند الرجال وعند النسوان. تمام؟ هلا شو هي وظيفته لهرمون البرولاكتين؟ هرمون البرولاكتين الحقيقه له عده اسماء، هلا بشكل اساسي اللي معروف عنه انه هو هرمون الحليب، هو الهرمون اللي بيساعد على انتاج وتحضير الحليب ضمن ثدي المراه اثناء الحمل. نعم. بس ما هو المسؤول عن ادرار الحليب، اذا هو اللي بيحضر مسؤول عن انتاج الحليب ضمن الثدي، اذا بس ما هو المسؤول عن الادرار. إذا كان عند الرجل، هلأ عند الرجل مفروض أنه يكون نسبته ضمن الحدود الطبيعية، ما بيعمل أي تأثيرات عنده لأن الرجل بالأصل ما عنده غدة ثدي. بس إذا كان عند الرجل في غدة ثدي، معنى ممكن أنه يصير في عنده تكون للحليب ضمن الغدد إذا موجود عنده غدة ثدي، وهذا الشيء ما هو طبيعي. يعني إذا في غدة ثدي عند الرجل لازم أنه تستأصل. تمام؟ هلأ عند الأنثى إذا هو هرمون الحليب، هو الهرمون اللي بيحضر إنتاج الحليب لوقت الولادة، وبيحضر الأنثى لإنتاج الحليب خلال كل فترة الحمل. طبعاً بعد انتهاء الرضاعة لازم هو يرجع للحدود الطبيعية. هلأ نحن منجي منقول طيب شو هي وظيفته، غير أنه يعني شو العوامل اللي بتحفز أنه ينفرز، ليش بيصير ليش لا إمتى بيرتفع؟ إذا مثل ما قلنا فيزيولوجياً أهم سبب لارتفاعه وزيادة إفرازه هو الحمل والرضاعة. يعني طول ما أن الأنثى عم تردع لازم يكون في عندها انتاج لهرمون الحليب. هلا الشغله الثانيه هو هرمون لازم خلال هالفترات، طبعا في بعض الادويه بتسبب زياده بافرازه، مثل مثلا الادويه النفسيه، مضادات الاكتئاب مثلا، في ادويه نحن بناخذها ما بننتبه لها مثل مضادات الاقياء. تمام. هلا كمان في حالات فيزيولوجيه بتحرك افرازه، مثل الاشخاص اللي هن كثير عاطفيين، يعني هذول حساسين، هذول الاشخاص مثلا بيكون عم يتفرج على التلفزيون بيشوف مثلا منظر محزن، منظر دم، بصير بيقعد بيبكي كانه هو. اذا هدول الاشخاص عندهم استعداد لارتفاع هرمون البرولاكتين. نعم. تمام. نعم. كمان الاشخاص يلي كثير حنونين، يعني احيانا احنا بنسميه هرمون المحبه والحنان، هدول يلي بيحبوا يربوا حيوانات مثلا، بيكون عندهم قطط صغيره بدهم يربوهم، بدهم يرضعوهم، بدهم يديروا بالهم عليهم، يشربوهم حليب، فهذا بيعمل ارتفاع غير طبيعي بهرمون البرولاكتين عندهم. طبعا بينتج عندهم بسبب ارتفاع بينتج عنه اضطرابات كمان مرضيه بالوظائف التناسليه. تمام. اذا خارج الفترات الفيزيولوجيه الطبيعيه يلي هي الحمل والارضاع هو ما لازم يكون مرتفع. نعم. تمام دكتوره. طب شو هي الاعراض اللي ممكن تظهر على النساء بارتفاع هرمون الحليب؟ هلا اذا شلنا خارج فترات الارضاع والحمل، رح نحكي عن شو هي النتائج نتيجه ارتفاعه خارج هالفترات الفيزيولوجيه. نعم. طبعا عند النساء ارتفاعه بسبب عدم اباضه، يعني عقم. تمام. طبعا هاي الانثى بتروح بتراجع وما بتعرف شو السبب، طبعا بسبب اضطرابات بالدوره الطمسيه. اذا ما في اباضه الدوره الطمسيه بدها تكون اما غير منتظمه، او حتى يصير في عندنا قله بدم الطمس، او حتى ممكن توصل لدرجه انقطاع طمس نهائي. هلا انا دائما بذكر مثال صغير، انه مثلا اجت صبيه ما انا متزوجه، فجاه اجت لعند الطبيب عم تقول له انه انا كانت دورتي منتظمه، فجاه انا صارت دورتي تخربت، وحتى مثلا ما عاد عم شوف، يعني يومين او ثلاثه في دوره واختفت، احيانا بتضل ممكن شهرين انه لتجي او ثلاث اشهر. طب بنستغرب انه هي ما انا متزوجه، ما في اولاد مثلا، ما في يعني ما في اي شيء. بنسال في مثلا اطفال صغار بالبيت مثلا، بتقول لك ايه والله اجت اختي ولدت عنا وانا اللي عم دير بالي على هذا الولد. فحرض عندها نتيجه الحنان الزايد تجاه هذا الطفل الصغير، حرض عندها زياده بافراز هرمون البرولاكتين، وقلد الحاله الفيزيولوجيه، عمل لها انقطاع عدم اباضه وانقطاع بالدوره الطمسيه. هلا عند الرجل الاعراض غير. كيف الاعراض؟ هلا عند الرجل لما طبعا البدانه ممكن ما رح خربت كثير، رح نقول عند الرجل كمان نفس الآلية، إذا رجل كثير حساس، عاطفي،
عنده اولاد اولاد اخواته بالبيت، حنون كثير زياده عن اللزوم، هذا ممكن عند مو كل الاشخاص، عند بعض الاشخاص اللي عندهم استعداد ممكن يصير في عندهم زياده بافراز هرمون البرولاكتين. هلا اغلب هدول الرجال هن عندهم زياده وزن تمام، نادرا ما نشوفه عن شخص وزنه طبيعي. فهذا الرجل اللي بيجي بيقول انه هو كان متزوج كل اموره طبيعيه بس ما صار حمل تمام، عم تنقص عنده الرغبه الجنسيه، عم تنقص عنده حتى القدره الجنسيه، كل شيء طبيعي بس كمان ما عم بيصير اولاد. اذا كمان عند الرجل هو احد اهم الاسباب على العقم. لذلك نحن بنقول للناس خلونا نفكر بالاشياء البسيطه قبل ما نفكر ندور لاسباب عدم الانجاب، قبل ما نفكر باسباب كثير معقده، خلونا نفكر بالاشياء الشائعه لانه شائع ارتفاع برولاكتين الدم. اذا خلونا ننفي انه ما في عندنا فرط برولاكتين الدم، خلونا ننفي انه ما في عندنا قصور درق. هلا احيانا قصور الدرق بيسبب فرط برولاكتين الدم، يعني انه اذا الغده الدرقيه ما عم تشتغل ممكن تتظاهر هي بالبدايه على شكل ارتفاع برولاكتين الدم. هلا احيانا ممكن يكون غير عرضي، هلا ممكن يسبب هو سر حليب، يعني ادرار حليب من الثدي. بتكون مثلا صبيه مو متزوجه بتقول لك انا في مفرزات عم تنزل من صدري، بنشوفها بتكون معنا مفرزات يعني معنا التهابيه غالبا حليب. هي حليب بس مو ضروري اذا انه ما في مفرزات انه ما في ارتفاع برولاكتين الدم، يعني مو ضروري يكون سر الحليب هو السبب. يعني اذا قلنا هو العرض الرئيسي، اذا قلنا دكتوره السيده حست باضطرابات بالدوره التنسيه وراجعت الطبيب، ممكن يكون اول خيار او اول شيء بفكر فيه الطبيب هو اجراء فحص لهرمون البرولاكتين لحتى نكتشف الاسباب. هلا نحن طبعا في اعراض ثانيه بنستقصي عنها لانه مو ضروري دغري ما نفكر فيه. اول شغله بدنا ننفي قصور الدرق لانه ممكن يكون قصور الدرق هو سبب الارتفاع. نعم. تمام. هلا الشغله الثانيه بما انه هو الهرمون عم ينفرز الخلايا تبعيته اللي بتفرزه هي موجوده بالغده النخاميه اللي موجوده باسفل الدماغ، فلما بده يصير في عندي فرط افراز بهذا الهرمون فالمعنى الخلايا اللي عم تفرزه بدها تكبر، فاذا بدها تقلل شو انه كانه في كتله فبدها تصير تضغط فبيتظهر احيانا على شكل صداع. غالبا الصداع اللي بيشكوا منه هدول الاشخاص هو صداع بقبه الراس او قفوي قليلا او جانبيا، غير الصداع اللي بنشكي منه بالجبهه، هذا تشنجي غالبا او شده. هلا في منهم اذا كانت فعلا هالخلايا اللي عم تفرز هالبرولاكتين كبرت زياده عن اللزوم وشكلت كتله ضاغطه ممكن يترافق مع اضطرابات او تشوش بالنظر. نعم. فغالبا غالبا اذا كان في فعلا هالخلايا كبرت كثير وغالبا اذا الحاله الى فتره زمنيه غالبا في قصه صداع عند هذول المرضى. طيب شو العلاج لارتفاع البرولاكتين؟ يعني في له علاج هلا وخاصه اذا كان مراحل متقدمه. هلا في شغله بدي اذكرها بس، هلا احيانا بصير ارتفاع البرولاكتين نحن مثلا في اول ما نجاوب سؤالك مهم، بس في شغله انه ليش ما بيرتفع عند الاشخاص خارج الحالات الفيزيولوجيه؟ يعني ليش مثلا اغلبنا هو ضمن الحدود الطبيعيه؟ الحقيقه لانه هو في له هرمون بيثبت افرازه اللي هو هرمون منظم موجود كمان بمنطقه فوق الغده بالدماغ موجوده فوق الغده النخاميه تمام. هذا الهرمون ما بيخلي يزيد افراز هرمون البرولاكتين، زاد عن حده بينفرز زياده بيثبطه. هلا احيانا في اشخاص بيصير معهم حادث سياره، هلا ليش نحن بنقول لازم نربط الحزام؟ احيانا بيصير معهم حادث مو رابط الحزام، شو صار معه؟ ضربت سياره بقوه بقدام، راح راسه لقدام ورجع لورا، صار منطقة الوصل اللي واصلة بين الهرمون المثبط والغدة النخامية انقطعت أو صار فيها نزف صغير فبيمنع مرور الهرمون المثبط، فشو بيصير بالبرولاكتين؟ بينفرز إلى ما لا نهاية. نعم. تمام؟ فكمان بيسبب بيصير عنا أعراض مشاكل البرولاكتين الدم. أغلب الأحيان نسأل عن قصة رد على الرأس أو حادث صار مع الشخص أغلب نعم. الأحيان يعني إذا دورنا على إذا نفينا قصور الدرق، إذا نفينا أنه ما في أدوية مسببة، إذا نفينا أنه ما في مثلا عامل مسبب بالبيت أو البيئة المحيطة وجود أطفال صغار أو حيوانات صغيرة تمام؟ أنه عم يربيها، غالبا هذول مثل ما قلنا الأشخاص بيحبوا الحيوانات كثير، إذا نفينا كل هالأسباب بدنا ندور على أنه إذا في عنا رد على الرأس أو حادث على الرأس. هلا شو علاجه؟ علاجه الحقيقة بما أنه يعني كثير بسيط، بما أنه في عنا هرمون بينفرز من الدماغ وبيثبت افرازه من الغده النخاميه فنحن اخترعوا دواء يلي هو مقلد لهذا الهرمون، فالاشخاص اللي عندهم علاجه جدا بسيط، الاشخاص اللي عندهم فرط برولاكتين الدم بنعطيهم هذا الهرمون اللي بنسميه مقلدات الدوبامين، بياخذوا نص حبه مرتين بالاسبوع بالبدايه وبعدين بنزيدها حسب الاستجابه. اغلب الاشخاص بيستفيدوا، في اشخاص بدهم بيستمروا بالعلاج لفترات اطول، وغالبا يعني احيانا في ناس بتخاف بيقول له الدكتور مثلا اعطاه يعني اذا كانت الاعراض شديده خاصه الصداع
ممكن يطلب الدكتور رنين مغناطيسي ونحن ما بنفضل، لانه هي كلها هي بتصير هالخلايا بتشكل مثل كتله ورميه، بيجي نتيجه الرنين انه والله في عنا ادينوما ضمن الغده النخامية. المريض بيشوف ادينوما يعني ورم، بس هي ورم حميد، كلها اورام حميده، هي مجرد ورم. الفكره ما بيتم مهما كان يعني هي طبعا ما رح تكون كبيره، بس بالبدايه ابدا ما بنلجا للعمل الجراحي، هي قابله للتراجع بالعلاج الدوائي. دكتوره، بعض السيدات بيتساءلوا اوقات بيكون موجود بعض المفرزات، وممكن تكون اوقات حليب هي المفرزات داخل الثدي. لازم ينفي فرط برولاكتين. تمام. عملوا تحليل برولاكتين طلعت النسبه كثير طبيعيه، وين المشكله بتكون هون؟ هلا في شغله كمان، انه في عندنا شغلات بنسميها اورام عم تفرز، بس ما لنا كثير يعني وظيفيه، ما لنا مسببه اضطرابات بالدوره الطمسيه. يعني ممكن يكون فرض حساسيه لعمل الهرمون، هو ضمن الحدود الطبيعيه، بس هو زياده عم ياثر. تمام، بس وين على مستقبلاته الموجوده؟ بس هو ما بياثر يمكن على الانجاب او على غير وظيفي يعني، بس بيكون غالبا اما على الحدود العليا للطبيعي، يعني ما بيكون كثير عالي انه بشير لوجود فعلا كتله خلايا عم تفرز. نعم. طب خبرينا اليوم كيف ممكن للجميع الوقايه من ارتفاع البرولاكتين؟ هل في اغذيه، نظام صحي ممكن يساعد؟ هل في ممارسات حياتيه ممكن تساعد بضبط هالهرمون؟ هلا هن اجمالا هن هدول الاشخاص بطبيعتهم هن اشخاص حساسين، يعني هي فرط الحساسيه، يعني هو مرتبط بالعاطفه اكثر هرمون البرولاكتين، هن اكثر حنونين، عنده حنان كثير زايد، يعني مثل ما قلنا اذا شافوا منظر بالتلفزيون بصير بيبكي كانه هو صار معه هي القصه. تمام. فانه بدنا شوي انه نكون مسيطرين على عواطفنا، مثلا صبيه صغيره، في طفل صغير بيبي بالبيت، يعني او مثلا رجل، مو ضروري انه يكون كثير حنون، يعني يكون حماش شوي ولا شو، فانه شوي انه بس نحن انه ما نكون مفرطين بالعواطف. حتى نحن الحقيقه لما بنطلب معايرته ثاني يوم نحن بنطلب انه ما يتفرجوا على التلفزيون، واذا في طفل صغير بالبيت عم يسمعوا صوته او شيء انه ما يبعدوه عنه، واذا كانوا اثنين متزوجين انه ما يصير جماع قبل بيوم من المعايره والتحليل، لانه ممكن يعطي ارتفاع كاذب. تمام. دكتورة، ذكرتي قد ايه بيأثر ارتفاع هرمون البرولاكتين على الإنجاب، وممكن ببعض الأوقات يؤدي إلى العقم في حال تم العلاج وتأكدنا أنه كل شيء رجع للوضع الطبيعي، إمكانية الإنجاب بترجع أو هو تماماً إذا ما في خوف. سبب ثاني غير ارتفاع برولاكتين الدم، بس تماماً بيرجع. هلا ممكن يوصل عند الرجل على يعني أزوسبيرم، يعني غياب النطاف تماماً. فكله قابل للتراجع، يعني هاي بنشوفها بالنسبه للرجل والمراه. تماماً. مقابل. تمام. طيب خبرينا هيك، شو بتنصحي الكل يعني حتى يكون في عندهم فحص دوري، وخاصه الهرمونات او اضطراب الهرمونات هو مرض العصر يعني. تمام. هلا نحن بصراحه اي اضطرابات بالنسبه للنساء، اول شغله اي حاله عقم قبل ما تبلشوا تدخلوا بالهرمونات التناسليه والمبيضية وهرمونات الخصيتين وكذا، قبل ما نبلش فيها طب قد التحاليل، خلينا نعمل برولاكتين الدم ونعمل التي اس اش، لانه ممكن يكون مرتفع وما عم يعمل اضرار للحليب، يعني سر حليب. تمام. هلا الشغله الثانيه، اي انثى عندها اضطرابات بالدوره الطمسيه حتى لو كانت غير متزوجه، لازم نحن نتاكد انه ما في فرط برولاكتين الدم، لازم نتاكد ما في قصور بالغده الدرقيه، ونفس الشيء بالنسبه للرجل. هلا بالنسبه للرجل مثل ما قلنا، هي غالبا انه غياب الشهوه الجنسيه، انه ما في شهوه، لما بيكون متزوج ما عاد في رغبه، او قله القدره الجنسيه يعني، وممكن اذا مثل ما قلنا انه يكون في عنده عقم، انه متزوج وله اكثر من سنتين ولا لا ما صار، يعني العقم له اسباب كثير طلع منها. هو اهم من احد الاسباب هو فرط برولاكتين دم عند الرجال وعند النساء. نعم. اذا بنحكي عن علاجه عند الرجل، سهل بنفس السهوله يلي عم نحكي عنها عند الانثى؟ نفس العلاج، يعني مقلدات الدوبامين عباره عن حبه موجوده متوفره بسوريا من زمان، وعم تعطي يعني حتى شغل البلد يعني، وعم تعطي نتائج جيده، يعني مثل اي دواء اجنبي برا، بنعطى على شكل مرتين اسبوعيا لمده شهرين، بنرجع بنعيد التقييم، واحيانا نحن يعني اذا لقينا انه فعلا ما نزل بنرجع بنستمر، وممكن انه نزيد الجرعه شوي صغيره. نحن بنحاول نبلش دائما بجرعات دوائيه كثير يعني قليله صغيرة بالبدايه. دكتورة، بعض النساء يمكن مجرد حسوا بوجود الحليب لحالهم بدون استشارة بيلجعوا لهي الحبوب من الصيدلية، هذا الشيء غلط؟ ممكن يؤدي لمضاعفات أو لا مجرد وجود حليب فهو هذا العلاج؟ ما بصير تاخذ هاي الأدوية بدون تحليل دموي بيثبت إنه في عنا ارتفاع بإفراز برولاكتين الدم. نعم. والحقيقة هو لما بدنا نعايره يعني برولاكتين الدم مطلوبة بكل بساطة.
طب صادفتي حالات كانت عم تعاني من العقم وانكشف بعدين انحلت القصة يعني تعالجوا من العقم؟ طبعا. قد ايه بتاخذ مدة العلاج؟ وقت بعد الرجال يعني عم يكونوا عندهم زيادة وزن بتتراجع زيادة الوزن، بتراجع كل شيء. قد ايه بتاخذ مدة العلاج لتبين نتائج؟ هلا بنبلش العلاج لمدة شهرين. شهرين. وإذا وبنرجع بنعيد التقييم معايرة الهرمون بعد شهرين، إذا لقينا ما نزل بنرجع بنبلش شهرين ثانيين، بننبه الأنثى، إذا صار في حمل إذا انقطعت الدورة هي وعم تاخذ الدواء دغري تعمل تحليل للحمل، فإذا طلع في يعني إيجابي الحمل بنوقف العلاج لأنه أغلب الأورام المفرزة بتتحسن خلال الحمل. نعم. أكيد دكتورة كل الشكر لإلك وعلى كل المعلومات اللي قدمتينا إياها، شكرا لإلك. أهلا وسهلا. شكرا لوجودك دكتورة معنا وإن شاء الله بالصحة للجميع. موضوع كتير مهم وحلو كمان يعني أول مرة يمكن بينحكى. أكيد. شكرا لك دكتورة.